نورهان نصري كهيت مدير الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية. هذه اللي هي بحكم طبيعتها مجاورة عفوا للمنطقة أثرية، دونك هذه الكل معناتها يندرج ضمن تعريف بهويتنا وروح تنمية روح المواطنة للوليدات الصغيرين. نعاود الترحيب مرة أخرى بممثلي الوكالة، وإن شاء الله تكون فرصة نستثمر منها مجهودات الوزارات الكل اللي تتلاقى الكلها وتصب في مصلحة التلميذ وتعريف كما قلت بالهوية متاعنا للوليدات. فما نشاط من خلال الوكالة الوطنية للتنمية الثقافية وحياة التراث باش يعرفوا في التلامذة للوليدات الصغيرين بمجموعة من الأثار غير لا يتنقلوا، معناها كوم سي نحن جبنا لهم هكا منطقة أثرية صغيرة باش يفتحوا عليها وتكون على الأقل تخلي بصمة كي يروحوا لديارهم يقولوا فلا نحن عنا هوية، نحن ننتمو للبلاصة هذيك اللي بطبيعتها معناها مليئة بالآثار وبالحاجات اللي تثبت لهم الهوية نتاعهم. نبيل حسني، محافظ مستشار تراث، محافظ التراث بولاية القصرين. أي الحقيقة هي فكرة جديدة في أن معناها نحن كوزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المعهد الوطني للتراث ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية نمشيو للمدارس اللي هما معناها أبعاد وما ينجموش هما معناها يجونا، وخاصة المدارس هذوما اللي بجنبهم ثم مواقع أثرية هامة جدا يمكن هما يكونوا ما عندهمش عليها فكرة كبيرة ومعناها بأهمية المواقع هذه، ومعناها يمكن يكونوا يعرفوها مجرد معرفة سطحية. حبينا نحن من خلال الزيارة هذه تكون معناها خطوة تحسيسية توعوية ربما للصغار، معناها على خطر هذا مهم، هي اللي معناها الوعي بأهمية المخزون الأثري ربما هي الخطوة الأولى للمحافظة عليه. الموقع معناها علميا من ناحية العلمية لا يزال يعتبر مجهول نوعا ما، يعني ما سارتش فيه حفريات أو معناها كان معناها اتزار في بداية القرن الماضي من قبل معناها باحثين مستكشفين فرنسيين يحكيوا عليه يعني بصفة سطحية كما روني كانيا وأنري سالادان، حكيوا على المعالم الكبيرة اللي فيه بصفة سطحية، وثم يعني بعض الباحثين التونسيين الأخرين حكيوا عليه كما سي فتحي البجاوي، ولكن يظل هذا معناه الموقع لا يزال مجهول، لكن الثابت هو أنه موقع أثري هام، معناها هذا نعرفوه من خلال المعالم التاريخية الهامة الموجودة فيه. يعني لهنا نتحدث على معبد معناها روماني، ويتوفر الموقع أيضا على قوس قد يكون مدخل للمدينة أو قد يكون مدخل لمعلم أثري هام، يعني ربما الأبحاث في قادم السنوات إن شاء الله تثبت حاجة كيفك. يتوفر أيضا على ضريح كبير وهام معناها لهذه ومعاصر معناها زيتون، هذه المكونات عادة ما تتوفر في مدن كبيرة. يعني هناك الحديث عن إمكانية أنه هذا الموقع يكون مدينة رومانية هامة مثل المدن الكبار كما سيليوم ولا سبيتلا ولا حيدرا، ولكن هذا يعني يبقى متروك للأبحاث أو ربما التظاهرة هذه معناها هي كما كنت نحكي هي تحسيسية بالأساس. نحن لهنا جينا مع زملاء من وكالة حياة تراث والتنمية الثقافية باش نوروهم حاجات معناها يشوفوهم ثلاثية الأبعاد، وباش نعملوا بهم دورة في الموقع الأثري نحكيوا لهم عليه شوية وعلى المكونات نتاعو، معناها هي بدرجة أولى تحسيسية توعوية تنجم معناها تكون يعني كخطوة للعمل على المحافظة على المخزون الأثري بهذه المناطق، وربما في قادم السنوات يعني بالشراكة مع الوزارات الأخرى لما لا ثم خطوات أخرى كإدراج معناها دراسة الآثار في المراحل التعليمية الأولى، على خاطر لأنه يعني مهم ياسر باش التلامذة والصغيرات وحتى المواطنين والمجتمع المدني يحسوا بالمخزون الأثري. ربما نحن كي باش نخرجوا للموقع باش نشوفوا ثم اعتداءات
معناها تطال هذه المواقع وهذا الموقع بالذات وبقية المواقع سواء في ولاية القصرين أو كامل أو في كامل الجمهورية. هذه معناها الاعتداءات هي مرتبطة بدرجة أولى بقلة الوعي يعني بأهمية التراث ومسألة المحافظة على التراث. يعني هذه الزيارة تندرج في هذا الإطار يعني.